أمي، أنا رايح أطمن على الترتيبات. خود هاي، بدي اياك تشتغل منيح وما تغلط. رش الأرضية بهذا الزيت. ايه ماشي. وهي المصاري كلها لك. شكرا لك. عنك أنا باخدها. امشي بسرعة يا كونش، يلا. الدعاس على الزيت باللحظة اللي بيحط فيها رجله على الأرض هو رح يزحط ويروح فيها. كيف رح يقدر يروح هالشبع الكلي إذا تكسروا عظامه؟ ساعتها حضرته ما رح يقدر يزعجنا أنا وتوينكل. مين زعل عليك؟ ابني كونش، تعال شوي لهون. الخالة سايني حابة إنها تعيدك بعيد ميلادك. طيب أنا جاي. عنك أستاذ. بتشكرك. أهلين توينكل، كيفك؟ جاسي، بدي تقلي أنت متأكد أنه ما عندك مشكلة مع روكي؟ أنا بأكد لك أنه ما رح يكون عندي أي مشكلة. ماشي، اتفقنا، لكن بدي أطلب منك تساعدني بشغلي. فيك تعطي الجاتو لروكي لو سمحت؟